فخامة رئيس الجمهورية دريزدي بيتنول لوفد مجموعة المستثمرين البيلاروس يرافقهم المدير ببنك إفريقيا سيمبانك بحث حجم التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع الاستثمار المشتركة والنهوض بالزراعة والثروة الحيوانية في البلاد، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتجميع النفايات بالعاصمة أنجمينا. اللقاء الذي جمع عدد من الوزراء ومساعدي فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والمستشارين في الزراعة والثروة الحيوانية وعمدة بلدية أنجمينا تطرق إلى الاستراتيجية القومية الشاملة لزيادة الثروة الحيوانية في مجال المزارع الرعوية وتحسين وسائل التربية الماشية وزيادة الإنتاجية بهدف تخفيف الضغط على المزارع الطبيعية والاستفادة من المخلفات الزراعية والصناعية في تغذية الحيوان وزيادة قيمتها. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو لفت انتباه الجميع بأن هذه المشاريع تساهم في تنمية وتطوير المصادر الطبيعية، مضيفا بأنه يجب الاستفادة من إمكانية الخبراء البيلاروس في مجال الزراعة والثروة الحيوانية وتدريب وتأهيل الكوادر في هذا المجال. وقال المدير ببنك إفريقيا سيمبانك إن اللقاء بحث أهم المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة في تشاد. إن البنك الأفريقي تشاد عضو فيه ومقره في مصر. بحثنا مع فخامة رئيس الجمهورية مواضيع متعلقة بالتنمية في تشاد ومشاريع الزراعة والثروة الحيوانية، أضف إلى ذلك البنية التحتية وتجميع النفايات. كما تباحثنا مع رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة حول إمكانية ووضع آلية لمجمع زراعي بتشاد. الاجتماع بحث تنمية المشاريع الانتاجية في الزراعة والثروة الحيوانية، وأخيرا سلم الوفد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو لوحة فنية تجسد حجم المشاريع الزراعية التي من المتوقع تنفيذها في تشاد.